بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، حلقة جديدة من الرومنتادا على شاشة قناة المحور. لا صوت يعلو على صوت نهائي أبطال أفريقيا، النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي. النادي الأهلي وفوزه في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف. مباراة العودة إن شاء الله يوم الأحد على مركب محمد الخامس، هتبقى مباراة مهمة جدا للطرفين، الأهلي الفائز بهدفين مقابل هدف إلى الوداد المغربي المهزوم في المباراة الأولى، لكن عنده فرصة مهمة جدا أنه أحرز هدف على استاد القاهرة أمام النادي الأهلي. جماهير الوداد أعتقد أنها عدت العدة لمساندة كبيرة جدا لطبعا الوداد المغربي، لكن النادي الأهلي والجماهير اللي هتروح والجماهير هتتواجد زي النهاردة على سبيل المثال، كان في تدريب للنادي الاهلي، كان موجود الكابتن محمود الخطيب وموجود بعض الجماهير المصريه المقيمه او اللي راحت المغرب بتساند النادي الاهلي وقعدت تهتف وتقول افريقيا يا اهلي افريقيا يا اهلي. اعتقد ان دي حاجه من الحاجات يعني الى حد ما يعني اصوات بتنادي، اصوات بتدعم النادي الاهلي، ان شاء الله يبقى فيه جماهير، وتم تخصيص 1500 تذكره لجماهير النادي الاهلي، وده برضو حاجه من الحاجات المميزه. وهتفوا وشجعوا سويسري مارسيل كورا المدير الفني للنادي الاهلي واللعيبه واشعلوا حماسهم في المباراه، وكان موجود حسام غالي عضو مجلس الاداره، في موجود خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، محمد الجرحي وطارق انديل، بعض اعضاء مجلس الاداره اللي ذهبوا مع النادي الاهلي طبعا لمسانده النادي الاهلي. سيتم تسليم مسؤول الاهلي تذاكر الجماهير ان شاء الله في الاجتماع الفني عصر غدا السبت لتسليمها للجماهير، وتم الاتفاق على حضور المباراه بجوازات السفر. ده عرف معمول في الفتره الاخيره بالنسبة للمباريات الأفريقية حتى في الكونفدرالية، ويعني الواحد من مواقع شغله في فيوتشر كان موجود، ودايما ده كان بنص عليه في الاجتماعات الفنية لما قبل المباراة كنت ببقى موجود ممثل لفيوتشر يقول لك الفرقة دي منين؟ الفرقة دي مثلا من أفريقيا من بلد إكس أو واي أو زد، لا هيحضر كم واحد؟ هيحضر 300. طيب ال 300 دول بصرح لهم بالدخول بجوازات السفر، لأن على ما ييجوا وتقدر تعمل لهم فان أي دي أو تقدر تعمل لهم تصريحات أو تقدر تعمل لهم دعوات أو تبقى الأمور فيها صعبة شوية، إنما تخش بجواز السفر وده هي لغة الحوار العالمية جدا في الترحال والتنقل من بلد لبلد، وما بالك إنك داخل مباراة من المباريات المهمة جدا. نتمنى إن شاء الله للجماهير القادمة والمساندة والمشجعة للنادي الأهلي في مباراته اللي جاية إن شاء الله، المباراة المهمة، المباراة التي لا تقبل قسم على الاثنين. والنهاردة يمكن كنت معاكم الأسبوع ده الحمد لله، واتكلمنا وقلنا وحتى ضيوفنا الموجودين سواء صحفيين او لاعبين سابقين او مديرين فنيين بيتكلموا على المسانده المعنويه للنادي الاهلي. ده حاجه في المقام الاول والاخير فريق بيمثل الرياضه المصريه بيمثل النادي الاهلي، وحاجه فخر ما بعد فخر ان شاء الله حاله تتويج النادي الاهلي من خلال البرامج، من خلال دعم الاعلام المصري. بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، يعني بمسموع ومقروء ومرئي والسوشيال ميديا وما اكثر السوشيال ميديا والمواقع اللي بتساند النادي الاهلي، وده حاجه انا شايفها حاجه مميزه جدا في حدث مهم جدا في محصلته هي ان شاء الله فوز النادي الاهلي بالبطوله. واعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي برضو اضافه الى تاريخ النادي الاهلي وبطولاته اللي معودنا فيها دايما النادي الاهلي انه هو متواجد في المحافل الدوليه، متواجد في المحافل الافريقيه دوليا من خلال كاس العالم للانديه، افريقيا من خلال منصات تتويجه بالبطولات افريقيا، وكان له مره من المرات بفوزه بدوري الكونفدراليه الافريقيه، لكن في المجمل والتاريخ في صالح النادي الاهلي بمواجهاته مع نادي الوداد او مع الفرق المغربيه، الكفه دايما بتروح الى النادي الاهلي. معانا واحد من نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي وصاحب الراي الجميل اللي دايما بنستمتع بيه، نجمنا الكبير كابتن عمرو حديدي. كابتن عمرو اهلا بيك. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك كابتن عمرو. ازيك يا حبيبي؟ لسه بتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما معودنا، النادي الاهلي دايما له باع طويل جدا في البطولات الافريقيه، ودايما في الزمان والمكان بيبقى موجود بخبراته التراكميه الكبيره، وبيقدر دايما بانه يعبر هذه المباريات ويؤدي اداء مميز جدا. بص يا استاذ محمد، انا عن نفسي انا اعتبر احد ابناء النادي الاهلي، اعتبر ان ما فيش مباراه اتلعبت في القاهره مع الرغم ان احنا كسبانين 2-1، اعتبر ان هي مباراه
من مشهد واحد زي اللي اتلعبت قبل كده. المباراه دي ايا كان عدد الجماهير اللي موجوده وايا كان الامور اللي حواليك، انت بتلعب 11 لاعب قصاد 11 لاعب. الاداء والتركيز والتركيز اللي انت فقدته لمده 10 دقائق من الدقيقه 82 للدقيقه 92 اللي جاب لنا الهدف. انت في الوقت اللي انت فيها استغليت انصاف الفرص اللي جات لك، خلصت لك الموضوع. الحكم لتصرفه في موضوع يحيى عطيه الله لو حصل طرد كنت رحت في حته تانية. هي ضربه الجزاء بتاعت حسين، احنا مش هنقعد نقول اصلي ونرجع ونندم على اللي فات ونقول دي اللي استغلناش ودي ما عملناش، لا احنا هنفكر بايجابيه. هم 11 لاعب، التركيز ان انا اشتغل باسمي، باسم النادي الاهلي، بخبرات لعيبه النادي الاهلي، التحرك والتمركز علمان، الاطراف زي هاني وعلي معلول، اسلوب محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، ديانج وحمدي ومروان. انت حضرتك كده قلت لي يعني سبقتني في السؤال وقلت التشكيل، يعني طب ابدا بالتشكيل. لا مش قصدي، مش قصدي والله يا استاذ محمد، والله مش قصدي. انا كنت عايز اسالك السؤال ده اصلا، يعني هقول لك على حاجه. يعني بص، يعني الشناوي قوه لعيبه النادي الاهلي وقوه لفرقه النادي الاهلي باكثر من رائع. طيب، رغم تالق مصطفى شوبير، بس المباراه دي خلاص. بس احنا النهارده يعني المباراه النهائيه هو الشناوي بالظبط، وده لا يقلل من مصطفى طبعا بادائه الرائع. لا 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 محمد، بص، مولد نجم جديد مصطفى شوبير ظهر وقد اوراق اعتماده الجماهير الاهلي بثقه كبيره جدا في الظروف اللي فيها النادي الاهلي من اصابه الشناوي ولا علي لطفي. احنا بنقول الشناوي، بنقول محمد هاني وعبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، ديانج وحمدي فتحي ومروان بيرستا وحسين الشحات وكهربا. انت هو نفس الكلام ما عدا تغيير واحد، هو اللي هو محمد الشناوي، اللي هو الشناوي التغيير الوحيد اللي هيبقى موجود. انت في الاول هنقولها بالترتيب، ياسر ابراهيم النهارده الجرايد والسوشيال ميديا بتقول لك ان صامبو جاله ارتجاج في المخ. انا ماليش دعوه بحد، انا الراجل ده موجود، انا بلغي خطورته، بلغي وجوده، بلغي المحطه اللي بيشتغل عليها نادي الوداد. انا ياسر ابراهيم بلعب على اليمين، وانت كنت امكانياتك واسلوبك على فكره يا كابتن مفيش كلام مؤكد ان سامبو هيغيب، ممكن ده يبقى برضو مناورات دايما بتتعمل. يعني بص الكلام، الامور المفتعله، الحرب النفسيه اللي انت اللي هم بيتكلموا عنها دي احنا خلاص عندنا من الخبرات وعدى علينا الكلام ده كتير. لعيبه النادي الاهلي حتى المشاهد بقى عنده الامور المفتعله دي كتيره خلاص. انت بامكانياتك العب على اليمين خلاص، والكوره معاه انا لغي، وكره مش معاه انا ببني هجمه للنادي الاهلي. محمد هاني ظهورك وانطلاقاتك بحرص، الربط بينك وبين الو ديانج وبيرستاو باسلوب محور ارتكاز وفكر واسلوب وسيطره النادي الاهلي هتبقى فتاوي حسين الشحات استعمال المهاره. طب خط النص بقى يا كابتن، خط النص بقى اللي هو يعني اللي هيبقى خط الدفاع الاول، مين بقى تقول لي؟ الو ديانج وحمدي ومروان. لازم الثلاثه دول يبقوا الثلاثة دول هم صمام الأمام اللي ما بيوصلش. مروان يبقى قدام الاثنين السرد باكات؟ أنت هتعملهم بخط واحد، كل واحد واخد جنب، هتبقى الو ديانج واخد من بيرستا ومحمد هاني، والجهة الثانية حمدي فتحي واخد الربط ما بين حسين الشحات وما بين علي معلول. والحتة القطرية الأمامية اللي هي محمد عبد المنعم مروان كهربا. اقسم الملعب يا أستاذ محمد على أجزاء، الجنب اليمين والترحيل والضغط هم هيجروك لحته معينه لازم احنا نكون فاهمينها كويس قوي، اللي هي الاستفزاز والدخول والالتحام والقوه والالتفاف حوالين الحكم. كل الكلام ده زي ما هيقابلك بقوه بقابله باقوى منها. استعيد قوه استخراج روح فنانه النادي الاهلي، الفنانه الحمراء. اطلبها وانت هتلاقيها. الجماهير اللي هتبقى موجوده 1000 او 2000 بقيمه مليون واحد، انت مصر مستنياك عشان تحقق بطوله، انت المصدر الوحيد في الفرحه للنادي لمصر او للنادي الاهلي بصفه خاصه. انت تعمل ده، تقدر تعمل ده. عاصرت اجواء من دي كتير، شفت ده كتير، رحت وانت متعادل في مصر 1-1 في مباراه الصفاقس، سافرت تونس احرزت هدف في الدقيقه 91 ورحت كاس العالم للانديه. لا و2012 نفس القصه، نفس الكلام طبعا. انت بقالك 6 سنين موجود تلاحم مواسم، بتتوج او بتلعب مباراه فاينل 5 مرات. انت عارف امكانياتك، ثق في امكانياتك، ثق في قدراتك، ثق في محاضره الكابتن محمود الخطيب، ثق في مجلس الاداره، وكله بيلتف حوالين انك انت باذن الله راجع. اللي تفصل بيه ايجابيتك
واسلوبك، الكور الثابته الساذجه اللي ملهاش لازمه، الفاولات اللي على ال 18، الالتحامات اللي ملهاش اي دور او اي معنى، انك انت متحمل جامد جدا وراجل قوي وعندك الروح عالي قوي فتسبب لك مشكله. لازم تكون بتستعمل ما بين حاجتين، درجه الذكاء ودرجه المعامله مع المواقف الفرديه والخاصه، لازم تكون ذكي جدا فيها. طب المثلث الهجومي يا كابتن عمرو ايه؟ المثلث الهجومي ليه شريط المثلث الهجومي انت بص المثلث الهجومي اللي هم بيقولوا ايه اللامركزيه، كهربا وبرستاو وحسين الشحات، لازم تبقى الفينش الهجمه اللي انت بتضغط وبتنقلني من الدفاع للهجوم وبتقلل الضغط عليا اذا كان خط ظهر ولا نص ملعب، الشغل كله هيبقى على حسين وتاو. ايجابيتك انك تفنش الهجمه، مش مجرد ان انا نقلت من الدفاع للهجوم وخدت كوره ورحت بيها واحد واثنين وثلاثه واتقطعت اتعملت عليها هجمه مرتده، لازم الهجمه تفنش ايجابي، لازم تفنش ايجابي. ليه شريف يا كابتن ما بقاش موجود مثلا في مباراه زي دي؟ بص اصل وجهه نظر الخواجه كل واحد فينا هيتخيل حاجه، احنا بنتبادل الادوار وبنتكلم ونقول يعني في الاخر يا رويال فنيه لكولر. وارد يا استاذ محمد ان الراجل يفكر في شريف عشان يدي كهربا حماس معين ينزل يشتغل فيه بعد شريف، وارد ان هو يشتغل بعبد القادر، كل ده وارد. يمكن الروتيشن الامامي ده خلاص كان هو صداع في دماغ كولر، خلاص الراجل بقى حسين وتاو طاهر وعبد القادر قفشه ولا القندوسي ولا شريف ولا السليه ولا حمدي، خلاص الروتيشن ده كان روتيشن عام، الروتيشن ده تبقى روتيشن مؤقت، خلاص بقى واحد ولا اتنين، ما بقتش تقدر تتحكم في تغييرات داخل التشكيل كتير، غير مثلا اصابه برضو من الضغوط اللي سببت عدم التركيز العالي من مروان ولا من حمدي، خوفك انك تاخد الانذار انك تحرم من مباراه الذهاب في مباراه العوده مع الوداد، كل الكلام ده بيدور جواه ذهنك، بيسبب لك ضغط عالي. انت لو درجة تركيزك في مباراة القاهرة 100% هتبقى في الوداد في محمد الخامس مليون في المية. طب بعد المليون في المية النتيجة المتوقعة 1-1 والاهلي اللي هيهدف الاول ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عمرو الحديدي نجم مصر والنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى يا رب تمشي الامور كلها في طريق النادي الاهلي وحقق النادي الاهلي هذه البطوله المهمه جدا معانا يعني.